القلب. صح. قدم ساق كان الوالد يقوله. قلبه سليم في أحد من الأولياء أظن سيدنا رواس كان على قدم النبي سيدنا إبراهيم أو سيدنا النبي سيدنا إبراهيم لكن في حال ومقام لا أعرف كيف مرتبة موجودة في. لا وبعد تأكيد كلام قريته كتب الوالد إن الأقطاب الرفاعي والجيلاني البدوي والدسوقي واحد على الأقل سيدنا أبو بكر واحد سيدنا عمر واحد عثمان وسيدنا علي. وأيضا لهم على. سيد أنت رفعت مرة حكيتها. قلت ان شرحت مره انت والله صاير تنسى انت ولا الامتحانات نسيتك لا والله شيخ استفيد منكم هذا ما تعلمناه من مشايخنا نعم صحيح ترى هذا الكلام وايد زين كلام لانه يعني ينفي عن التصوف كان كل الوالد يقول ان الناس حتى بعضهم المقبره ترى والهم المتصوفين بس مجاذيب ودراويش مجاذيب فقط اي هم علماء اهل علم اي فانتوا يعني اظهروا سركم الشيخ عبد القادر الجيلاني قال يفتي على المذهب الحنبلي الله المتشددين نقول لهم كان الشيخ سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حتى جاءه في المنام اذكر هذه الروايه موجوده جاءه الامام احمد فقال احيي يعني انه يتكرم يا سيدي احيي مذهبي كان المذهب يريد ان يندثر في بغداد والله كلامك صحيح هذا كتاب الطبقات لقيت ان احمد بن حنبل كل الصوفيه ملتقي فيهم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني احيا المذهب الحنبلي الان اللي هم يدعون لا احنا بس ما ندش بخلافيات يعني احنا يفتون على المذاهب هم كانوا علماء قبل ان يكونوا زهاد وصحابه زين احنا بالنهايه يا سيدي الدم الاخي اربط قلبك لو قل لو شيخك مرض او توفى شو بتعمل؟ هذا الورد ما ينتهي سيدي الله الورد لا ينتهي وسره باقي لان الشيخ لم يتوفى ولكنه حاله انتقال فالأولياء أحياء في قبورهم يا أخي الكريم مدد يا سيادي لا تجننون يعني زيادة لما نذهب إلى عم السيد يوسف في مقامه في الصليبخات تحدثه لو أنت واصل تسمع حديث أطنى الخواتم لو أنت واصل إيه تسمع حديث ويرد عليك وتسمع بس مش كل واحد والله أنا واحد من كتب هذا كتاب طبقات واحد مر علي سيد المناوي والله العظيم انت سمعت سيد رفعت مع الحجازي يكلم الموتى ويكلمونه والله العظيم بهذا كتاب الطبقات يكلم الموتى في عرف العامة لكن هم ليسوا موتى يا أخي الكريم إذا كان الشهداء ليسوا موتى مدد نعم نعم شكرا أسيادي قال فرأيته قال عندما ليلة أوسيس من الفصل في حديث الأسرار قال يصلي عند اليتيم الأحمر محدد المكان قائما يصلي جفر. فيصلي هو ميت كيف شكرا انتقال كما قلت من حياة لحياة هات البرزخ